اهلا بيكم في مؤسسة الامل لصيانة الاجهزة الكهربائية. النهاردة معانا بوتاجاز اهو، زي ما انتوا شايفين حالته. دي حالته اول ما جه، تمام. دي حالته اول ما جه، تمام. هنوريكم بقى البوتاجاز ده هيتعمل ازاي مع مؤسسة الامل لصيانة الاجهزة الكهربائية. يرجع جديد من الاول، اكنك جاي يعني اكنك اشتريته من اول وجديد. ده حالة البوتاجاز يا جماعة، تمام. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، الصدى والحاجات اللي عليه والرواسب وكل الحاجات ديت هنوريها لكم. هتيجي جديدة، هنفك البوتاجاز ده حتة حتة حتة. معانا الباشمهندس محمد هيفك البوتاجاز ده حتة حتة، والمشمهندس شريف كمان هيفك البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين كده بيبتدوا عملية التنظيف. هنسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو وتقولوا لنا ايه رأيكم بعد ما يخلص البوتاجاز ده هيبقى عامل ازاي. متنسوش بقى تدعمونا في القناة باللايك والشير.
ما